إلى شأن الحضرمي، ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سلمين البحسني اجتماعا لقادة الألوية والشعب والوحدات العسكرية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية تأهبا واستعدادا للمخاطر المستقبلية الرامية لزعزعة أمن واستقرار حضرموت. وخلال اللقاء أحاط المحافظ البحسني المجتمعين بنتائج لقاءاته المنعقدة مع اللجنة الأمنية والإجراءات المتخذة إزاء التطورات الأخيرة بالمحافظة، مستعرضا الجوانب العسكرية والاقتصادية التي تمر بها حضرموت، ومشددا على أهمية تفعيل الجوانب المعنوية والاستخباراتية بشكل أكبر والتي ستسهم في مساعدة القيادة على اتخاذ القرارات المناسبة. ودعا محافظ حضرموت إلى استشعار المسؤولية في الوقت الراهن، خصوصا وأن ميليشيات الحوثي تسعى للتقدم في جبهات القتال، مؤكدا ضرورة التصدي لوقف هذا المشروع الحوثي الإيراني الرامي لتغيير تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد ومناهج التربية والتعليم. لأن العدو اقترب من شبوة، اقترب من محافظة مأرب، وهو العدو الحوثي. تعرفون ما هي خطة الحوثي؟ ما العدا لا يفهم المشروع الإيراني، ما فهمه لحد الآن. نقول إن الحوثيين ينفذون مشروع إيراني في اليمن، وهذا المشروع سيمس كل شيء، ولذلك فإن الخطر كبير، خطر كبير. لمواجهة الخطر يجب أن نستشعر الجميع بالمسؤولية، يجب أن نستشعر الجميع. اليوم الحوثيين يستخدمون سلاح جديد، إذا ما تعرفون أن فيه سلاح جديد، وهو الحرب الاقتصادية. فبدأوا إيش؟ بالتركيز على العملة، كيف تنهار العملة لكي نمارس ضغط على المواطنين، يمارسوا ضغط على المواطنين في المحافظات المحررة، وبالتالي الناس تستسلم.